ارتفاع آخر على درجات الحرارة غدا في المناطق الوسطى وأحوال جوية غير مستقرة، وأخيرا أتربة مثارة بمشيئة الله في بعض المناطق، وتفاصيل هذه النشرة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. يتوقع بمشيئة الله أن تميل درجات الحرارة للانخفاض في المناطق الشمالية من المملكة يوم الثلاثاء، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا، فيما يطرأ ارتفاع إضافي بمشيئة الله على درجات الحرارة في المناطق الوسطى كما نشاهد هنا، بما في ذلك العاصمة الرياض، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها المعتادة، ومع تأثر شمال المملكة بكتلة هوائية باردة، بالتالي تلاقيها مع كتلة هوائية أخرى دافئة تسيطر على أجواء المملكة. هذا الشيء يزيد التأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة تترافق بهطول زخات رعدية من المطر في ساعات نهار يوم الثلاثاء، وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا. هنالك فرص لزخات من الأمطار بمشيئة الله على أجزاء من الحدود الشمالية وحائل والقصيم والمدينة المنورة كما نشاهد هنا، بما في ذلك بعض من أجزائها الساحلية. ومع ساعات المساء والليل تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق، فيما تمتد السحب الماطرة إلى منطقة حفر الباطن وأقصى شمال المنطقة وتحديدا منطقة الرياض إداريا، ولاحقا في ساعات متأخرة من الليل هنالك فرصة لأن تطال زخات متفرقة من المطر مدينة جدة بمشيئة الله، وتترافق هذه الأجواء بنشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية على المناطق الشمالية والمناطق الشمالية الوسطى، تثير الأتربة والغبار في بعض المناطق وبخاصة في منطقة حائل. وفيما يخص هذه الليلة والأجواء هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 14 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 18 كيلومتر في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة يوم الثلاثاء والأربعاء درجة الحرارة نهارا 27 18 إلى 17 درجة مئوية، ولكن مع فرص للأمطار يوم الأربعاء ليلا، يوم الخميس تعود درجات الحرارة لأن تكون مستقرة أكثر، 24 نهارا 11 درجة ليلا في ساعات المساء. وننتقل الآن لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأها مع منسكاكا. من 17 إلى 7 درجات مع غيوم، هنالك فرص للأمطار في عرعر من 17 إلى 6 درجات، في تبوك من 19 إلى 5 درجات مع وجود غيوم متفرقة. في مكة المكرمة من 30 إلى 21 فرص لزخات أمطار رعدية، في المدينة المنورة من 26 إلى 14، في جدة من 30 إلى 21، وفي الطائف من 23 إلى 15 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة أيضا، في أبها 21 إلى 9 درجات، في الباحة 18 إلى 11 درجة، وفي جازان من 30 إلى 23 درجة مئوية أيضا مع وجود بعض الغيوم. في الدمام الأجواء مشمسة من 23 إلى 17، في الإحساء 26 إلى 17، في حفر الباطن هنالك فرصة لزخات من الأمطار الرعدية من 28 إلى 13 درجة مئوية في ساعات المساء. في الرياض الأجواء مشمسة بإذن الله من 27 إلى 18، في بريدة رياح مثيرة للأتربة من 28 إلى 14 درجة مئوية، وأخيرا فرص للأمطار في حائل من 25 إلى 6 درجات مئوية في ساعات المساء. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.